المهندس الأستاذ ياسر عبدالله. انت في ايدك تحمي الناس، السلامة اولا. الفشل يبدأ حينما تكتفي بمهاراتك. من المحتويات عندنا في الليفتنج بلان نوع الحمولة، وده اللي اتكلمت فيه مع مهندس حازم، وان نوع الحمولة دي مش مجرد نوع حمولة بس، يعني بعرف الحمولة، لا لازم اعرف كل التفاصيل المتعلقة بيها، يعني لازم ادرسها. في بعض الحالات احنا بنروح ندرس اللود، بنروح ندرس الحمل نفسه، كافة التفاصيل. وكلمت معاك ان الشيء دوت عشان هو هيفي، الوزن بتاعه اوفر، مفيش عنصر بشر هيقدر يشيله، يبقى اذا لازم نستخدم معدة عشان ترفعه وتحركه من مكان لمكان. فاذا المصنع راعى هذه النقطة وعارف ان هو مش هيصنعه بالبلصات السحري هيروح ولا لا، ده لازم يحصل له عملية ليفتنج وعملية ترانسبورتيشن، فلازم يراعي النقاط المتعلقة بهذا الحمل، ولازم يوضح رسوم ويبقى عنده دايجرام بيوضح التفاصيل المتعلقة بيه، أو ستيتمنت بيان بيوضح كل التفاصيل، وزنه قد إيه، مركز الثقل، وهو كلام كتير اتكلمنا فيه. اتكلمنا عن معدات الرفع المستخدمة، ومعدة الرفع كاختيار طبعا بناء على الخطة. ما الخطة يعني أنا بختار، هدرس واختار، هدرس وحلل واختار، فكلمة خطة رفع يعني أنا في هذه الخطة هوصل إلى معدات الرفع المناسبة، ويكون معاها كافة التفاصيل زي قلنا الأوراق المتعلقة بالكرينز، شهادة المعايرة، الكالبريشن سيرتيفيكت، وقلنا الرخصة بتاعت السائق، ورخصة المعدة نفسها، وجدول الأحمال، وجدول المدى، والكتالوج، والكلام كله يعني متعلق بهذه المعدة. فإذا أي معدة موجودة، أي حاجة داخل بيئة العمل لازم يكون لها تعريف، فلازم يكون لها ورق، الورق ده لازم يكون بتاع المعدة دي، واتكلمنا طبعا إزاي نتحقق في الجلسات اللي فاتت. إكسسوارات الرفع والتصميم، لان ممكن اكون محتاج ابلاينسز معينه في الرفع زي الراتش او زي الشيم بلوك اللي هو البلانكو، فدي ممكن اكون محتاجها في عمليه الايه، في عمليه الرفع نفسها، فدي من ضمن الايه اكسسوارات الرفع او من ضمن الابلاينسز. الاكسسوارز كلها المتعلقه بقى والتولز بالتشاكلز، السلينجز، الوايرات، وان طبعا هذه الادوات مين اللي بيختارها حضرتك بناء على الخطه، وبناء على دراستك للحمل نفسه، وبناء على دراسه معده الرفع، وبناء على دراسه الظروف او الكنديشن اللي موجوده بدات حضرتك. ما هو بلان يعني بخطط، يعني بوصل لهذه الادوات، انا هتعمل لها سيلكت، هتختارها هندسه، مين اللي هيكون مين موجود في فريق الرفع والتصميم، مين المشارك، اسمائهم ايه، اعداد لتدريب يسبق عمليات الرفع او عمليه الرفع دي، كل الكلام ده يمكن اتكلمنا عليه الجلسه اللي فاتت. تحديد ظروف بيئه العمل بقى، حضرتك شغال جنب خطوط ضغط عالي، جنب حفر، جنب بنايات، جنب، طب ظروف الجراوند كونديشنز نفسها، التربه نفسها، هل الونش 300 طن زي ال 800 طن؟ مش احنا قلنا الكونديشن او الجراوند كونديشن، ظروف التربه نفسها او نوع السويل، نوع التايبس اوف سويل، نوع التربه عندنا الروكي، وعندنا كلاس اي وبي وسي، تربه رمليه، طفليه، طينيه، طب مش كل واحده ليها قوه تحمل، طب انا الوزن ولازم اقف هنا، يبقى لازم ارفع من كفاءه الايه، من كفاءه التربه نفسها، ده في انهي عمليات، ممكن يكون في النورمال والاب نورمال على فكره، لان حضرتك لما هتاخد ونش تروح بيه الصحر عشان تبدا تعمل عمليه الموبلايزيشن او تجهيز او تعبئه بدء مكان العمل، الموقع الانشائي ككرفانات، كرفانس يعني، الورك شوب، الورش والكلام دوت، حضرتك محتاج ايه؟ انا بتخيل معاك، يعني مش مجرد ان انا بقرا من سلايدز معينه، لا انا بدرس معاك الحاله، بعرفك الخطوات ايه علشان بديهيا حضرتك وانت بتشتغل تبقى عارف تمشي ازاي. وطبعا حضرتك لما بتعد الفورم بتاع الليفتنج بلان، الكونتنتس، المحتويات بقى، وتحدد الفورم نفسها، ودي الفورم بتاعت الليفتنج بلان اللي انا هشتغل عليها، مجرد ان انا هملى البيانات اللي موجوده خلاص اصبحت بالنسبه لك الاوت لاينز اللي انت بتشتغل عليها، فانت مش هتنسى حاجه. حتى دايما اقول لك اوعى تستخدم بس ذاكرتك، لو حضرتك بتتعامل بمجرد ان انت تتذكر دوت اكيد هتنسى حاجه،
لا لازم يكون معاك ليست وتبدا ان انت ايه، انا خلاص حققت دوت، انا عملت دوت، انا عملت دوت. المهندس الأستاذ ياسر عبسطاي. انت في ايدك تحمي الناس، السلامة اولا مرجع علمك مبني على اساس، السلامة اولا.